العشرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فصل في عوامل الجزم. فسي عوامل الجزم كان ربي لا ولا من طالب ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما بلاي ناهي وبلامي أمر كحال توابي طلب كنندي جزم داني لفعلا هل بوجود رب لم ولا ما يشر جزم داني يعني يقول جزم دير ربي لا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل سواء كانت للدعاء بدعاب وكلا تؤاخذنا يا ليقضي علينا ربك خطابك لسر مالك مأمور جهنم باب الوردقار التواومان أم لا يا بدعان به بأن كان لا للنهي وكلا تشرك واللام للأمر لم يكن أمر وكل ينفق ذو سعة هكذا بلم ولما النافيتين وإن لم تفعل فما بلغت يعني قالوا كارنا كي تبلغك رانا قاندل يا لما يذوق عذاب يعني عذاب من ينششت وقيل وقد تنصبه لم في لغة وجالها فعل مر منصوب كالم للغتك أو قيل ومنه قراءة ألم نشرح لك شخنيات حرم أمرداكم واجزم به ومن وما ومهما أين متى أيان أين إثما يعني بوانش فعل مر مجزومك واجزم به وكو إيا شيء يرحبك يا مثلا بمن وكم من يعمل سوءا يجزى به يا وما نحو وما تفعل من خير يعلم الله كان كان يمزكوا ومهماش وكم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا لا فما نحن لك بمؤمنين ما بعدك يا ويا يعني هر آية يكتبه يعني ما إيماني بنا مهما تأتنا به من آية تأتنا كي يمزكوا لتسحرنا فما لك فما نحن لك بمؤمن إما أو فما نحن لك أو أبدا جزاك وأين وكش أي ما تدعو ما كزايدة هل أينك يا باشا ما تدعو فله الأسماء الحسنى تدعو وكابت شرتك فله الأسماء الحسنى أبدا جزاك ومتاش ما نيوكو ونحو ولست حلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفيدي ومنك جيقرتوي تلاع مسركيا وكانم لا ترسانية بلاي شمبو بشكيا وانمو لا ترسي دجمنو شتخوم شاربو وبلا هي وقتك قومك متى يسترفد القوم أوش قومو بينك قوم به وأختيك قومك الدواء بخششك الدواء كومك نوامل يبني أرفي دي كومك ياركم سفر وخواني المراخم آوى وأختي أوان الدواء أو مليك مش أكرر المبكم تهم متى يسترفد أرفيد هذا في عمر علي مزوم كردوا ولست مفعولوا بحلال لا لت مفاعيل تلاعي فعول مخافة بحي تبيلة وأيانوك أيان تفعل أفعل يعني هل وقت توكار كيف نجيك ولم يذكر هذه يعني أم أياني في الكافية لكافية يعني ولا في شرحي لشرحي شرحي هنا وأيانوك أينما تكون يدرككم الموت تكون وكو يدرك كي مجدوكرا أو أينما وإذ ماش من هي نحو إذ ما أتيت على الرسول فقل له باشا حقا عليك إذا اطمأن المجلس يعني وقتك تشوف ولا الرسول على الرسول إذ ما أتيت على الرسول فقل له بي بلي يعني بالرسول كبلي عربي كيف بي بلي إذا اطمأن المجلس وقتك مجلسك آرامه حقا عليك وحق بلسه جانب تشي بي بلي شاهد ويك بشي في بريلا شعري بعد يابيك شعري بعد يابيك اللي رنه هنا إذ ما أتيت يعني أتيت شرط كيبي فقل له جزاء كيبي بإتوانا محل المجذوبون إذ ما أتي مستفعل تعال فعل الرسول بغل
إذ ما أتي مستفعل، ها تعال الرسول متفاعل، باشا لي فقل له متفاعل، حقا علي مستفعل، حقا علي مستفعل، كإذا اطمأن متفاعل، إن المجلس مستفعل، وحيثما أنا وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسمى. وهل وهي كتلة أدوات جزم حيث مايا النايا وإذ ما يشبه أي سب للشعر قبلها بس ما كان أوحى أو وكو إن حرفة حرف وكو إن وهي حاضبين يعني أدوانا حرف مثلا لسأل أويك إذ ما حرف يا اسمه اختلاف يا وباقي أدوات كان يتلى أويك يعني أواني كدو فعل رأي مجزوم كان إشتي اسم وحيث ما نحو حيث ما يكو أمر صالح فكن لهلكو يكاريكي باشمو تولي بيبا وأنا نحو فأصبحت أنا تأتيها تلتبس بها باشا كلا مركبيها تحت رجل تحت رجلك شاجر تواجهاتو أصبحت يعني قرابي بويكا أنا تأتيها لهلكو يكو بوي بشي تلتبس بها توشي أبي يعني مثلا التباس أبي بيوي كلا مركبيها هردو مركبكي يعني هردو شويني سوار بونا كيك توشي تسري تحت رجلي كشاجرو لجير بايتوا شاجر يعني لجير بايتوا نار راحت عارضين كما بابا فلمت أو بعده أرى أول أول شريط أها جائسة كان ليرا بابا أها أن تأتيها تلتبس بها ودفع المريض من زبكر وديوان أسف فأص بح مفعول تأنى تأ تأنى تأ مفاعيل تها تل فعول تبس بها مفعول بعد طويلة وزاد الكوفيون كيف كوفي كان كيف شان ذاكرو إذا فكر له فجزموا بها جزم مضارعي أن دا بها بو كيف باشا ويجزم بإذا في الشعري وكثيرا بعشنا كثيرا 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 نيتو وجزم ددري بإزالة شعر زورة حربي ناقل وكثيرا بعشنا والجزم بإزالة شعري كثيرا زورة كما قال الوقت المسنب جوتي في شرح الكافية ومنه لويا شعري أم شعرك استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتجملي يعني تو خود ببنياز درخه تا اوكاتك بغينا پروردگار توي بنياز كردوه تا كات دولمندي لخود مكس كيرو بيجب هيچ مني اوان وإذا تصيبك خصاصة وقتك برايك توجبو فتجملي خود بجواني درخه يعني صبر بقره إذا او تصيبه او بإذاك مجزوم بوه تجمليش في كيكا لسراء يعني أوج محلا مجزومة بتجذاب وإزا بلا يعني تأمر جملة جزايا يبدأ شعرك استغني ما مستفعل باشا أغناك الرب مستفعل كبالغنى مفاعل بأخذ الرجزة بلا وإذا تصيب كاملة وإذا تصيب متفاعل كخصاصة متفاعل فتجملي متفاعل ولم يسرعي كم كلا ملمرة استغني ما مستفعل أغناك الرب مستفعل نعم بوك بالغنى أو متفاعل قال والأصح منع ذلك في النثر لعدم وروده أصح وايا ومنع كريه لنثرات وارد نبوة أمره وحرف إذ ما كائنوك شن إن حرفة أو إيش حرفة لأن إذ سلب معناه الأصلي شن كإذ معناه أصلي إليه سنياسو كزرفي معزيبو واستعمل مع ما الزائدة معنى أصلي إليه سنياسو لقل ما الزائدة بكارها وليها بس حرفة وباقي الأدوات أسمى بلا خلاف إلا مهما
إلى مهما نبيك أوفى على الأصحي باشا، فعلى الأصح يعني على الأصح اسمه نقبة اتفاق بودي عودي ضميري عليها بوشي اسمه شن ضميري بو قرياس في الآية السابقة لا تكشو كده هاوت من مهما تأتينا به باشا من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين ثم ما كان منها للزمان أو المكان يعني لو أدواته وهي بو زمان وهي بو مكان جاء أويك لبو زمان يا بو مكان فموضعه نصب بفعل شرطي باشا موضعك يعني محلا منصوب بفعل شرطك وأتى فعل شرطك عملت يا أنا كردها هل شن لو أنا أو بيت مزاف له زين وشو أنا وش شيء لسلام على أن يكون مفعولا فيه هل ولا يود يعني مفعولا فيه من بشرتك وما كان لغيره وأويك لبو غير زمان ومكان به باشا أي لغير الزمان أو المكان يكون ما هو أوانه فموضعه رفع على الابتداء شو أنا كان رفع على سر ابتدائي محلا مرفوعا أما كي إن اشتغل عنه الفعل بضميره أقل سرت دشتك فعل واز لوه نبيره يعني واز لو أداة شرط بيره فعلك ببوني ضميرك يعني مثلا ضمير أو أداة بوبي بمفعول بو فعلك دواي يعني ضمير أداة شرط ضمير الراجع ولا أداة كمفعول به أو كاتر من باب اشتغاله فاز مرفوع كما يكون مبتدا يا أشكري منصوب كين بفعلك مقدر كأم تفسير كاتر وإلا فينصب به باشا وإلا أجر وأن منصوب به بي يعني أجر عام ما تفعل من خير أي سو ما منصوب بتفعل وك شو ما بيني بي ودي ولا جاري ويا فعل لازم له دواي ويجي من يعمل من يعمل سوءا ضميري هو ثاني هو فاز من يعمل يعني مثلا لا يعمل كو ضميري فاعلي اشيت ابو هناك فاز مبتدا يا ولدي من يعمل سوءا يجزى به جاء مجاري كواتل لك كل اقل لصورتك ضميري فاعليا بمشيت ضميري مرفوعيا بمشيت ابو ادوات مبتدا اقل ضميري منصوبيا بمشيت ضميري كببي ولي واتواني مبتدا واتواني منصوبي بفعل مقدر وباب اشتغال بلا يعني تو قرني أبي تجاري به برام أجر لصورتك مثلاً ضميري مرفوع يقول نشيته فعل متعديش للدواي هو به فعل متعدي كاتم مفعولي خوي أمر فعليني باشا فعليني يقتضين فعليني يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجواب نسمة يعني أو أدواته يقتضينا فعلين يقتزادوا فعلك يعني فعلين مفعول يقتضينا ليه بشكوته جاء فعلك يعني وهما آوايا وهما شرط شرطك قديمة شرطك بيجدري بس جزاكا يتلو الجزاء جاء عمد بجزاكا يجدي بدوا شرطكا أو جزاياك بدوا شرطكا وجوابا نسيما باشا يعني نسيما نون ريا جوابش يا علامة جوابي في ودريا وماضيين أو مضارعين ديت تلفيهما أو متخالفين يعني تلفيهما يعني تلفي أو دو فعل ماضيين يعني تتوشان دس لكون بما بدو ماضي يا هل كان معلوم يا كان مضارع ابن أو متخالفين يا أولك مازية دو مكا مضارعة يا أولك مضارعة دو مكا مازية شوار حالة فعلين يقتضين أي أدوات الشرط وهي إن وما بعدها شرط قدم ويتلو الجزاء وجوابا وسما أيرا وماضيين أو مضارعين تلفيهما أي شرط وجزاءه ومحل الماضي حينئذ جزم يعني ماضي كمحل مجزومة وهو إن عدتم عدنا ها أداة الشرط دودا لمازي يعني أقر إيوه بقرنو سر خوة كيخوتان إمجي قرنو سر سزاديني إيوه وبني إسرائيل الله أبي أها لبرامبري مثلاً فلان كاري خراو تانا شيء بسر هنا إذا جا كاري خراو كان وين عدتم بقرنا بوسا كاري خراو كا إما جعدنا إما جا قرنا بوسا تولا سد إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني أقل در أوان ملعرعة ما زي كان محلاً مجزوماً أمانة لفزاً مجزوماً
بعض الوقت معنى غير معلوم او متخالفين بين يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا او عكسه او وكو شيء وكو ان تصرمونا وصلناكم وان تصلوا ملأتم انفس الاعداء ارهابا ان تصرمونا يعني اجر ايواء يا ما قطعك الاخوتان يا ما هل وصلناكم وصلي وكان واستنينا يعني ولو ان تصلوا يعني اجر وصل بيمانو كره زور مهمه بين ملأتم انفس الاعداء ارهابا يعني ضلي دجمنان برأكا لإرهاب إلا ترسان ذو أمانة إن تصرموا وصلناكم أو لك مضارعة دوما كمازية وإن تصلوا باشا ملأتم أنفس الأعداء إرهابا إيش لو قوايا يعني أول مضارع دوما مازية إن تصرموا مستفعل نا وصل فاعل ناكم وإن مستفعل تصلوا فاعل بسيطة باشا ملأ ملأتمن شوي شوي نتوا ملأتمن يعني أنفس قام زقبه ملأتمن مفاعل باشا فسلع فسلع فاعل باشا داي دا داي شنو صاير ها بك في داخله بدي من مفعول بري أمي يعني قطع بري أمي قطع يعني هابنك يعني باشا هابنك مثلا اما ابيت قطع جائزه شن شغلانيك بحرك بحري بسيطه كواتا ملأتمو نه هل اواخر ملأتمو مفاعل انفس الفاعل اوليا دي اعدائي ار مستفعل هابن ابيت فعل بس كواتا لازم نك مثلا الف انفس شو بخراو ابي دي قرتيني فتحه كبيره وصل مفاعلها لا ولو شيء ملأتم ملأتم يعني واو كيبيون باشا مفاعل باشا انفس وفاعل دي اعداء اعداء ار مستفعل هذا هذا مقطوع هيك ام جاهل الشعري ام شاعر دوباره ردست رسولا بأن القوم إن قدروا عليك يشفو صدورا ذات توغير يعني أجر بيت بجندت كوجن أو دست رسولك كره دسيسة يعني بدسيسة رسولك نارد بويك قومك إن قدروا شو إن قدروا عليك شو أو نا وش إن قدروا عليك يعني أقر قومك قدرت بياكا بسرتا بالقرن مثلا يشفو صدورا شفاء بكوم الله ضلي كأودلانا كان ذات توغير يعني داري بغزو كينا لتو يعني الكجر بغزو لي أولي حالبي يعني. أو توغيري مثال لعكس الأولي إذ الشرط قدر رجل زومنا يشفو أنها أرسلت في الخفاء رسولا بأن القوم إن تمكنوا عليك يشفو عليك صدورهم المليئة بالحقد يعني أنا رواية خلاهم المعنى نكره خب معمولا سد سر بأن القوم إن قدروها جزاك مازية يشفو نعم شرطك مازية جزاك ملارعة تستدرسوا مستفعل باشا لن بي أن فاعل نلقوم إن مستفعل قدروا فاعل عليك يش مفاعل فوصد فاعل رذات تو مستفعل دي غير فعل مقطوعة سيتي مقطوعة وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن ولدواي مازي واني اقل شتك مازي بو او اخت جزاك ومضارع بو رفعي توب وجزاك اشتي باشا اكريم اني ارى جائز الوجهين ورفعه ومرفوع كردني جزاء بعد مضارعين يعني مثلا اما شتك من مضارع او جزاك اشمان وين مضارع به دعاء
دواي أو إما بين يعني مثلا مضارع كمرفوع كين وهن يعني ضعيف. وبعد شرط ماض رفع كالجزاء حسن لكنه غير مختار ولي اختيار هرب جاردنية وكو وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حريم يعني وقتك الدوست دوستك بيبو لاي كابرا أو كابرايا للروجي مسألة للروجي احتياجي وأمانها يقول لا غائب مالي ولا حريم أو الروجي يجن نمالم غائبه نلكسيش حريمة لكسيش حرامة حالبي ولي قاويناكم لكس واي آه إن أتاه وجزاك مازية شرتك إن أتاه خليل باشا يقول وجزاك ولا هنا هرشن أكريم الزوم بيه ولا مرفوع عليها يقول مختار رفع أيتر بلا لم جر وإن أتى مفاعل هو خلي فاعل باشا لليوم مس مستفعل لم جر بسيطة بلا ألة فاعل يقول لا مفاعل غائب فاعل مالي ولا مستفعل حريم فاعل ورفعه أي الجزائي بعد شرط مضارع وهن يا أي ضعيف من ضعيفة وكو يا أقرع ابن يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع أي أقرع يكون حابس هو أقرع أجر توب راك اللي عارض دري توش ده عارض دري شاهد يعني يسرع هاجة شرتك مضارعة جزاكش تسرع بمجزومي بخنره رام أجر تسرع أخ بني توا مرفوع وزعيف يا أقرع مستفعل نحابس مفاعل حاربي يا أقرع دوباره مستفعل إنك إن مفتعل يسرع أخو مستفعل كتسرع مفاعل أمر وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل أبي يسير لي رباش وفضي خوش هل يرغم أمسك